برحب حضرتك مرة تانية. أهلا بك. وإزاي تقدر تغير، إزاي تقدر تتعامل مع اللي اتكلمنا فيه قبل الفاصل والله يعني في الأقاليم تحديدا؟ يعني إحنا ابتدينا بدأ يعني هي المسألة، أنا طبعا صديقي الدكتور سيد خطاب هو عقلية متفتحة ورئيس هيئة أصول الثقافة، إحنا في ميعاد بعد بكرة إن شاء الله، وفي يعني في تفاهم أو بروتوكول إن شاء الله هيتم بحيث إن عروض البيت الفني للمسرح بنجومه تنتقل أرجاء مصر كلها. يعني كنت قلت في كلمتي باللفظ كده خطوة خطوة هنوصل لكل ربوع مصر، ده مش تفضلا، ده واجب علينا وعلى الثقافة المصرية. لابد أن المسارح المغلقة في كل حتة في مصر، وهي مسارح جيدة جدا مصروف عليها فلوس كتير قوي، ما تعرضش أسبوع أو شهر ويبقى انتهى دورها لغاية كده، لا تسيب فرصة ل الفرق المحترفة بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعرض عندهم بشكل او باخر في قصور ثقافة وبيوت ثقافة معدة اعداد قوي جدا، دولة صرف عليها فلوس كتير قوي مش مستغل هي بتعرض يعني بالكتير، ونفس الحكاية في اماكن اخرى يعني برضو بتعرض عدد حفلات قليل قوي وأماكن فخمة جدا وهائلة جدا لكن عدد عروض قليلة جدا. طب أنا عندي إنتاج غزير، طب عايز أشتغل وتسوق كويس وأقدر أسوق تمام، فلازم إن إحنا يبقى في موازنة شوية كده ما بين التارجت الثقافي والاجتماعي وما إلى ذلك والتارجت التنموي. هو ده كله أستاذ إسماعيل حكمك فيه لوائح قوانين حاجات داخليه كده؟ اه طبعا. طب تقدر تغيرها ولا بتبقى يعني محتاج بقى يعني اصل قانون فتتعدل فيه ازاي؟ ما هي يعني هو يعني كان كلامي مع كل الزملاء من اخواتي الصغيرين او حتى اساتذتي قلت لهم يعني ماشي اه صعب ومش عارف ايه، لا بس هي لو يعني عايزها تعمل اه يعني مش انا يعني هي المساله ان انا لازم ابدا كويس، طالما انا عندي فيجن عندي رؤيه وعندي حلم معين عايز اعمله، طب انا ابدا كويس وعلى كل ان يتحمل مسؤوليته تمام. انا ابدا وناخد الخطوات ونبتدي ان احنا نحاول ان احنا نغير ده بالاساليب القانونيه وبالاساليب اللوائحيه المنضبطه يعني، وهنوصل يعني هنوصل ان شاء الله باذن الله يعني.